بمناسبة موسم الحج، يسرنا أن نقدم في هذه الحلقة من سلسلة رشفات أسئلة في الحج والمناسك. أسأل الله التوفيق. معنى وأتم الحج والعمرة لله، أدوهما تامتين. معنى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قيل في الرفث كلام، ولكن أولى التأويلات هنا أن الرفث هنا هو الرفث الذي ذكر قبل قليل، وهذا من وسائل الترجيح ومن أدوات الترجيح. والرفث الذي ذكر قبل قليل هو الذي في الصيام، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والمراد به الجماع هنا وهناك. وأما الفسوق فهو الخروج عن الطاعة وفعل المعاصي، والجدال المنهي عنه هنا هو الجدال بالباطل أو ما يفضي إلى الباطل. والجدال بالحق، الجدال إذا كان بالحق للحق بلا صخب فلا حرج فيه. قوله لمن اتقى، هل هو خاص بمن تأخر؟ ليس خاصا بمن تأخر، هو لمن تعجل ولمن تأخر، أي ذلك الحكم لمن اتقى، لا إثم على هذا ولا إثم على هذا، وكلاهما متقن. ما المراد بمقام إبراهيم في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ فيها أقوال عن السلف، فمنهم من قال مقام إبراهيم ها هنا الحج كله، ومنهم من قال المراد بذلك مزدلفة أو المزدلفة، يجوز بأل وبغير أل، والجمرات، ومنهم من قال الحجر المعروف الذي بجوار الكعبة، وهذا هو الأظهر والأشهر. قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين، هل لتقديم الطائفين معنى هنا؟ التقديم والتأخير في القرآن الكريم له معنى وليس لمطلق الجمع، فلا بد أن يكون التقديم لمعنى من المعاني. والمعنى الذي يستنبط ها هنا أن الطائفين ها هنا قدموا لأنهم هم أحق بذلك المكان الذي يكون حول الكعبة. وهنا قال الله تعالى في سورة البقرة أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وفي سورة الحج وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالحاصل أن ذلك المكان هم أولى به من المصلين. ما معنى يأتوك رجالا؟ يأتوك على أرجلهم. وعلى كل ضامر؟ على كل جمل ضامر ونحو ذلك. نعم. لفظ مكة جاء في القرآن الكريم بالباء، ما معناه؟ البك يأتي بمعنى الازدحام، وهناك من قال إن النكتة في هذا أن هذا اللفظ لفظ مكة لما جاء في سياق الحج والحج فيه الازدحام جاء بالباء هكذا بكة، لأن البك يأتي بمعنى الازدحام، ولذلك جاء بعدها قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل من كلمة عن قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس؟ الكلمة هنا عن كلمة قياما للناس، هذه الكلمة الجامعة الشافية الوافية الكافية التي لا يمكن أن يقوم مقامها كلمة أخرى، فهي حقيقة بقول ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم. الله تعالى جعل هذا البيت قياما للناس كل الناس، فهو يقوم بشؤونهم بشؤون حياتهم وبأمر دينهم ودنياهم وآخرتهم، وقد جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا ويجبى إليه ثمرات كل شيء. وكل هذه التعبيرات يغني عنها قول الله تعالى قياما للناس. ما إعراب البيت الحرام؟ هو بدل كل من بعض، وهذا نادر في اللغة العربية، والبدل يكون مطابقا أو بدل اشتمال أو بدل غلط أو بدل بعض من كل، لكن بدل الكل من البعض أو بدل كل من بعض هذا قليل ونادر، وبعضهم أيضا لا يراه. فهنا الكعبة هي البناء المربع، والبيت الحرام هو المسجد الحرام، ولا شك أن هذا أوسع من هذا، وهذا أيضا له شواهد في اللغة العربية، لكن يكون هذا الإعراب إذا سلم لنا تفسير الكعبة بأنها البيت المربع المعين المعروف هذا الذي عليه اللباس الأسود. لكنك قد تسأل سؤالا وتقول يعني هل تطلق الكعبة على
مكة كلها أو على المسجد الحرام، نعم تطلق على المسجد الحرام وتطلق أيضا على مكة كلها. قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة، فمكة تسمى المسجد الحرام وتسمى الحرم وتسمى الكعبة. نعم. ما المراد بالجمرات؟ الجمرات مفردها جمرة، والجمرة هي الحصاة، سميت بذلك لأن الإنسان يرمي هذه الجمرة. بعضهم يسميها الشيطان. طبعا هذا خطأ، والحمد لله أزيل هذا اللفظ وهذه الترجمة من الجمرات. نعم. لو وقعت الحصاة التي رماها الحاج في الحوض ولم تصب الشاخص فقد رمى الجمرة. وأذكرها هنا أنني حججت في أيام الصبا مع العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، وكان عالما أثريا، وسأله سائل إذا رميت الجمرة فهل لا بد أن أصيب الشاخص أم لو وقعت في الحوض فإنها تكفي؟ فقال له ارمي الجمرة، فأعاد عليه السؤال فقال له ارمي الجمرة واكتفى بهذا. العبادات ليس فيها تنطع، ونحن أمرنا بالرمي وكفى في هذا الموضع. نعم. للغويين كلام في قوله تعالى يأتين من كل فج عميق، حبذا لو لخصتموه. نعم، ها هنا مسألة دقيقة، لغوية دقيقة في هذا، وهو في قوله وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الأصل على القاعدة المعروفة أن ذلك اللفظ الذي أضيف إلى كل ما دام مفردا فإن الإخبار عنه أو الوصف يكون مفردا، فالأصل هنا أن يقول على القاعدة اللغوية وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق، ولكنه قال يأتينا هكذا بالجمع بنون النسوة. ولكن هذا شذ عن هذه القاعدة، وليس معنى أنه شاذ أنه ليس بصحيح، لا، هو خرج عن القاعدة ولكنه أفصح مما كانت عليه القاعدة في هذا الموضع. وهذا جاء أيضا في شعر العرب، ومن ذلك قول عنترة جادت عليه كل عين ثرة فتركنا كل حديقة، فتركنا هكذا ولم يقل فتركت، كل حديقة كالدرهم. أشار إلى هذا صاحب مراقي الأواه وهو نظم في تفسير القرآن الكريم، قال يأتينا قد أتت بمعنى ياتي، أما سمعت قائل الأبيات وإن تضف كل إلى منكري فراعه على المقيس الأشهري، وشذ يأتينا وبيت عن تره ما به إخوتها ترثي المرة. يعني أشار إلى هذه المسألة، وأشار أيضا إلى بيت قالته امرأة بهذا الصدد. صفوة القول أن هذا وإن كان خرج عن القاعدة لكنه جاء على أفصح كلام، ولله الحمد. نعم. هل من كلمة نختم بها هذا اللقاء؟ خير ما نقولها هنا هو دعاء إبراهيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين.